الطوابع البريدية من أهم وسائل التعرف على تاريخ وحضارة الأمم، ومن هنا اكتسبت أهميتها التي دعت بعض الهواة إلى جمعها، فهي هواية ممتعة وتشتمل على جانب من الثقافة، حيث أن كل طابع يشير إلى حدث مهم. هواية جمع الطوابع سموها هواية الملوك، وعندنا بالنسبة أن احنا اللي موجودة بشارع الفرايدي مجموعة من الهواة نبيع الطوابع اللي هي خلينا نقول بسعر مناسب وتكون متناول اليد، يعني أي واحد يقدر يشتريها، ومرات حتى نقدر أكو ناس ما تعرف شنو هاي الطوابع، يعني عبالة استيكرات لاصقة وهذا، فإحنا من مهمتنا هم نعرف العالم بالطوابع، يعني أكو تقصير من الجمعيات أو مديرية البريد دائرة البريد إنه الناس تعرف الناس شنو هاي الطوابع، الناس قاعد تجمع طوابع ملوك رؤساء دول ناس عاديين، فحتى الطوابع الموجودة عندي مثل ما قلت لك أسعار رخيصة، وكل الطوابع العالمية تقريبا موجودة عندي، العراقية العربية والأجنبية. والعمل النقدية القديمة والنادرة لا تقل أهمية عن الطوابع، فهي أيضا بصمات يتركها الزمن وراءه، لكن الهواة يبحثون عنها لتخرج مرة أخرى إلى العلن، فتكون شاهدة على مرحلة زمنية هامة. العملة العراقية في زمن العثمانيين اللي تسمى البارة، 4 بارة 10 بارة تباع ب2000 أو 3000 دينار سعرها، إضافة إلى بعدها العملة الملكية اللي تبدأ من العانة 4 فلس 10 فلس إلى 50 فلس بأسعار متجاوز 5000 إلى 10000 دينار، إضافة للعملات الورقية اللي تبدأ من الجمهورية الأولى في زمن 1958 إلى غاية 2004. أكو أقبال، طبعا بداية الإقبال كان من الناس المثقفين الكبار، وإضافة إلى الشباب الجيل الجديد، يعني أقبال، لأن العملات أكو رخيصة لأن يعتبرونها كثقافة، هذه تراث توثيقيات، يعني عملية توثيقية. مع مرور الوقت تتسع المساحة التي تشغلها هوايتا جمع العمل النقدية القديمة والطوابع البريدية النادرة، ربما يعود هذا الأمر إلى ارتباط الإنسان بالزمن والفضول الذي يجذبه إلى كل فن جميل. مشتاق فالح، البصرة.